اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه التلفزيون المصري من ماسبيرو، وحلقه جديده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مختلفه، نقدر نقول من المطبخ المصري، من المطبخ العربي. مفيش حد يستغنى عن طاجن باميه باللحمه الضاني. لحمه ضاني وباميه بتحسوا الاثنين في ولفه، اما الباميه من غير اللحمه الضاني تحس ان هي يتيمه شويه. معانا باميه مصريه من ارض طيبه مقطوفه وجاهزه، هنعملها النهارده مع لحمه ضاني مع بصل كويزات، ده الجديد. والطشة المصرية الجميلة بالكزبرة الخضراء والتومة، أنا عاشق ليها مع عصرة ليمون وقت التقديم. ده نظري للطاجن البامية. العمل اللي هنشوفه بالتأكيد فيه تركية لعمل طاجن بامية باللحمة الضاني. النهاردة كمان هنقدم معها رز بالشعرية، هو ده عدالة، البعض بيأكل معها رز أبيض أو رز بالشعرية. معانا كمان الحلو النهاردة عجينة الكريب النهاردة بناء على رغبة حضراتكم، هنعملها مقلية مع الفراولة أو مع صوص الشوكولاتة. الفراولة معانا هنا مصرية لطيفة وجميلة، طبعا بشايرها حلوة، نقدر نعملها مربى دلوقتي، نعملها صوصات لطيفة وحلوة. شوف هنعملها ازاي مع عجينة الكريب المقرمشة. معانا كمان سلطة لطيفة للجهاز الهضمي بالذات، سلطة الزبادي بالخس والبصل الأخضر. مش هناخد البصل الاخضر كله، هناخد عروق البصل الاخضر مع الخس البلدي، الاثنين هيتفرموا مع بعض، عصره ليمون، رشه زيت زيتون، فص ثوم مع زبادي. الطبق ده مهم جدا، قيمته الغذائيه عاليه جدا، مضادات للاكسده، قوي المناعه، كمان مفيد للجهاز الهضمي وسريع الهضم. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتيره، معلومه غير معلومه، فيها كمان تقفوا في المطبخ ازاي تكسبي كل دقيقه وكل ثانيه انت واقفه فيها بشويه ميه وشويه شوربه بيغلوا عندك، تقدري انك انت تسهلي على نفسك وقفتك في المطبخ وما تقفيش في المطبخ كتير، لان عندنا التزامات تانية، بتذاكر لاولادنا، جوز راجع من الشغل لازم اهتم بيه، ورايا شغل في البيت، فمش كل وقتي في المطبخ. هنشوف التفاصيل دي كلها ان شاء الله في الحلقه النهارده، عشان كده بقول لحضراتكم اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف مع بعض خط سير الحلقه وايه اللي هنبدا بيه وايه اللي ياخد مننا وقت كبير في المطبخ نبدا بيه، وده الطبيعي لازم تتصرف التصرف ده وانت في المطبخ. هتشوفي النهارده هتعملي ايه على الغداء، بتشوفي الحاجات بتاعتك اللي بتاخد منك وقت كبير. هنبدا اول طبعا بطاجن الباميه باللحمه الضاني، لان ده فيه شغل كتير، لحمه هتستوي وباميه هتتحمر، ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه، مقادير طاجن الباميه باللحمه الضاني. اول حاجه بنولع الزيت بتاعنا ده كده، الزيت ليه يا شيف؟ علشان هنحمر البامية تحميرة حلوة قبل ما نحطها مع الطماطم والصلصة بتاعتها. معانا حتة لحمة ضاني حلوة متقطعة مكعبات، نسبة الدهون فيها تتراوح ما بين 20 و30%، خليها دسمة شوية مفيش مشكلة. معانا معلقة سمنة بلدي للطشة بتاعة الطاجن، معانا بصل كويزات صغير لطيف وحلو، منه الأحمر ومنه الأبيض، يعني بتروح عند الراجل بتاع الخضار بتنقي البصلية الصغيرة، بيكونوا كلهم قد حجم بعض تقريبا. ومعانا توم، ومعانا كمان كزبره خضراء، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، وانا من الناس اللي بيحبوا الكزبره والكمون والفلفل الاسود بس مع طاجن الباميه. ثلاث حاجات دول، كزبره، كمون، فلفل اسود. البعض يقول لك انا مش بحب الكمون، لا انا برش الكمون على الباميه بعد ما تطلع من النار، لان الكمون لو غلي في النار كتير بيمرر. نبدا باول حاجه تحمير البصل مع اللحم بتاعنا. هنحط هنا معلقه سمنه حلوه كده. طبعا انا واثق واعلم جيدا ان حضراتكم اشطر مني في عمل الباميه، خاصه الامهات ربنا يديهم الصحه، واكله امي واكله الام ما تتنسيش. دايما كل واحد يقول لك اما انا لما بنزل الاجازه باكل شويه باميه من ايد ماما او من ايد والدتي او من ايد امي، ما حصلوش قبل كده. طبعا المدام هنا ما تزعلش، لان طبعا ما فيش احلى من اكل الام ايا كان، واكل الزوجه طبعا كمان لا يعلى عليه، بس الراجل لما يشكر في اكل مامته انت تفرحي ما تزعليش. ليه بقى؟ اللي ملوش خير في اهله ملوش الخير في الاخرين. هنبدا نحمر البصل ده بتاعنا ده كده. حلو قوي، بصلايه متقطعه او قصدي بصل كويزات، هنحط معاهم بصله ناعمه بس مش هنحطها دلوقتي. ومعانا اللحم بتاعنا اهو، لحم ضاني ده يا شفيق، خلي بالك ضاني، هنحط عليه بهارات، فص التوم الحلو ده كده حلو قوي، ده بصل كويزات، اسمه بصل كويزات، يعني بصل كويزات يعني بصل قرمة صغير كده حلو. ده بيتعمل دايما مع الشيش كباب او بيتعمل مع الطواجن، بيبقى لطيف وحلو. هنحط فلفل اسود اهو،
شويه الملح عشان اللحمه دي هتنزل دلوقتي على البصل ده كده. حلو. تليفوناتنا على الشاشه للتواصل ونقدر نعمل مداخله حلوه كده. بتعرفي تعملي الباميه احسن مني، قولي طريقه مثلا اتعلمها منك. حبايبي اللي بيتواصلوا معانا وبيتابعوا برنامج اكله امي في انحاء العالم، احنا متشافين في كل الكره الارضيه سواء على الفضائيه المصريه او من خلال القناه الاولى اهو. خش اعملي مداخله وقولي والله يا شيف مغازي انا بعمل الباميه من غير طماطم، بعملها بمعلقه طماطم متسبكه، وهكذا وهكذا الحديث عن الاكله الطيبه اهو. نبدا ننزل باللحم بتاعنا اهو زي الفل. ايه الاخضر اللي معاه ده يا شيف؟ ورقتين نعناع اخضر حلوين اهو اهو اهو. ونقلب. والله اللي انا مثلا انا هعمل النهارده طبق سلطه بالخس وعروق البصل الاخضر مع الثوم وعصره ليمون ومعلقه زيت. لو خشينا في تفاصيل المكون ده كده، الزبادي قيمه غذائيه عاليه جدا، عروق البصل الاخضر مفيده جدا، الثوم لوحده بيلعب دور مهم جدا، البصل، الجنزبيل، مشروب القرفه مع الجنزبيل ده مهم، القرفه قصدي الفراوله فيتامين سي، عندك الجوافه عصير الجوافه مع الكيوي فيتامين سي. اه الاكله اللي بعملها دي تقوي المناعه واكبر مناعه طبعا، لان فيها بصل كويزات، فيها ثوم، فيها لحم ضاني غني بالدهون الحلوه اهو. شايفين كده بتتشوح كده على النار بالشكل ده كده. ناخد الباميه دي ونروح على الزيت نحمرها شويه. ايه فكره تحميرك للباميه يا شيف؟ ده مهم جدا. ام احمد تقول لنا القصه ديت. بصلية تتحمر مع اللحم الضاني، الباميه بتتحمر. خلونا نقول للساده المشاهدين ايه فكره تحمير. معانا وقت ولا نطلع فاصل؟ قولوا لي. في حاجه مهمه اقولها والله. اقولها؟ اقول. تحمير الباميه. قول. تحمير الباميه علشان الباميه عشان احمرها وادخلها مع الطماطم والبصل الكويزات واللحمه بحفظ كرامتها شويه، يعني الباميه بتنها زي ما هي سليمه تطلع من جو الويكا اللي احنا عارفينها طبعا اكله مشهوره في الصعيد وفي الاقصر وفي اسوان، وتحيه كبيره لكل الصعيد المصري والاقصر واسوان حبايبنا. ولكن الباميه هنا تحميرها اخواننا اللبنانيين او الشوام عموما بيحمروها، تحس ان الباميه كده بتتنافس مع قطع اللحم الضاني والبصل الكويزات في قلب الطاجن، فعشان كده انا بحمرها بحافظ على شكلها اهو. تاخد تحميره شويه كده تبقى مقرمشه، بعد كده تنزل تكمل سواها مع الصلصه اللي بعملها دلوقتي او مع الطماطم واللحم والبصل. بعد ما تستوي طبعا كده اهو خلاص، ننزل بصوص الطماطم ده بتاعنا. الله الله اهو. يلا دي طماطم طازه. اه طماطم طازه. انا شخصيا مش بحب معجون الطماطم في الاكل خالص ولا بدخله البيت عندنا. نعم يا فندم. ماله؟ نيجي بقى لسؤال مهم جدا دلوقتي جالنا على السوشيال ميديا، عصره الليمون على الباميه يا شيف. بص بقى، اي عصير ليمون او عصره ليمون او نص ليمونه دايما في المطاعم الكبيره اللي بتفهم يعني في تقديم الاكل يلففوا لك في شاشه كده وحاطوا لك جنب طبق الشوربه، سواء شوربه بصل، شوربه طماطم، شوربه سي فود، دايما الليمون يتعصر على الشرب وعلى الاكل بعد ما تطلع من النار. علل ولماذا؟ الابحاث العلميه قالت ايه؟ قالت ان الليمون او فيتامين سي لما بيخش النار بيفقد الجزئيه بتاعته والقيمه الغذائيه بتاعته. فاحنا يفضل نعصر الليمون على طبق الفول واحنا بناكله على الترابيزه، نعصر الليمون على طبق الشوربه واحنا بنشربه، نعصر الليمون على طاجن الباميه وهو قدامنا على السفره. يمكن جوزك مش بيحب الليمون الكتير، انا مش بحب الليمون الكتير في الاكل، يعني مثلا لو محشي ورق عنب او محشي كرنب عصره ليمون صغيره بس ما خلوش ليمون كتير. اللحمه اهوت مع البصل الكويزات كل ده على النار. معانا بقى ميه بتغلى اهيت. ناخد شويه ميه زي الفل. فين المغرفه؟ الباميه ايه في؟ لا سيبها لسه لسه. ناخد كده الشوربه. ما قلنا نرجع للدفاتر، حمرنا الباميه علشان نحافظ على شكلها ولونها وطعامتها وشخصيتها مع اللحم الضاني والبصل الكويزات اهو. هنقلبها كده. انا حطيت شويه شوربه بيغلوا، ميه بتغلي اللي هستخدمها دلوقتي للشعريه بتاعتي اهو. طيب احنا نشوف مع بعض مقادير طبق رز بالشعريه عدل طاجن الباميه باللحمه الضاني. هتقول لي يا شيف مغازي يعني احنا ما بنعرفش نعمل رز؟ والله العظيم شفت اكبر شيفات واروح فنادق واروح مطاعم تلاقي الرز بالشعريه حبه مستويه وحبه مش مستويه، حبه فيها العرق بتاع الرز اللي يقرش تحت اسناني كده وحبه تلاقيها مستويه جامد، تلاقي الشعريه لونين، حاجه كده بتزعل. ولكن
ازاي تعملوا رز بالشعرية تبقى الشعرية كلها لون واحد والرز كله مستوي في قلب الطبق، دي ليه تركاية كده وهنشوفها مع بعض. ولكن مهم جدا ان انا احمر الشعرية مع حبهان، مع الحبهان اللي هو الورق لورو اهو، والشعرية خدت لون. طبعا اختصارا للوقت علشان نكسب وقتنا، الاساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري واستاذنا المخرج هنخش لتفاصيل تحمير الشعريه اهو بالكرين جوه. ما تخافش، شعريه لونها حلو. انا من الناس اللي بيعشقوا ريحه الشعريه وهي بتتحمر، وقت اللحظه اللي بنحط عليها الميه المغليه. طب جربوا كده حمار الشعريه وتكون عندك ميه بتغلى او شوربه وسقطيها على الشعريه وبتتحمر، يا نغشيشه بجد والله العظيم بتطلع في النافوخ الريحه بتاعت الشعريه وبتتحمر، زي ريحه الطشه كده بتاعت الملوخيه. تلاقي بقى اللي طالع على السلم واللي في المنور شام انك بتعملي رز بشعريه، تدخلي اوضه اللبس او اوضه الملابس اوضه النوم تلاقي ريحه الشعريه. الشعريه انا متحمره جاهزه زي الفل، معانا رز مصري زي الفل. نعم يا غالي، لا ما ينفعش. بيقول لي ينفع نستخدم الرز البسمتي بدل الرز المصري مع الشعريه؟ لا. ويشاهد على الكلام ده واماره الطبق الكشري المصري بتاعنا. احنا ملناش دعوه بقى اصله هندي اصله برازيلي يوغوسلافي، انا ماليش دعوه. الطبق الكشري مش كشري الا لما يتعمل من ايد مصريه برز مصري، يكفي ان هو بيتعمل برز مصري. نقول بقى من اي مكان، من جزر القمر، من اي مكان، هو مصري لانه بيتعمل برز مصري. زي السوشي كده في اليمن. السوشي تلاقوه في اليمنيين يفطروا بيه، يتغدوا بيه، يتعشوا بيه، بيتعمل بايه؟ حد يقول لي حد شاف سوشي بيتعمل برز بسمتي؟ بيتعمل برز مصري، هو كده. عشان كده اليابانيين تحيه كبيره ويقولوا تحيه يا مصر للرز المصري، بيفطروا بيه، بيتغدوا بيه، بيتعشوا بيه، السوشي بتاعنا اللي هو الرز المصري. هنطلع فاصل صغير مع تقليب الشعريه بتاعتنا، ميه بتغلى على النار، هنحطها امتى؟ بعد ما ينسجموا الاثنين مع بعض. ومعانا باميه بتتحمر في الزيت، ما تخافش يا شفيق، اشيلها عشان انت تشوفها. ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل، اوعى تروحوا بعيد تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، مطلوب مني اعرف عيار الرز بالشعريه. دايما يقول لك كوبايه رز بتاخد كوبايه وربع ميه. انا من يوم ما عرفتوني وانا مش بشتغل مقادير على الشاشه اتعلمت كده، وام الله يرحمها اتعلمت منها كده بركه، واكله امي ماشيه على البركه. لا بتعرف تقول لك ربع معلقه فلفل ولا معلقه ملح ولا اي كده، بركه. واحنا شغالين بالبركه. اهي حلو الباميه، اهي الباميه بتغلي، حلو اهو، حلو الكلام. فانا الرز بالشعريه عندي حمرته والاتنين مع بعض وتعرفوا على بعض، وفلفلت الرز مع الشعريه وفلفلت الشعريه مع الرز. نجيب من تحت زي فوق. حبه فوق حبه تحت. ورق اللورو يتناغم، الحبهان يتناغم اللي هو الهيل، عشان اخواننا في الخليج تحيه كبيره ليهم. ننزل بالميه المغليه. انا لو انا شغال في المطبخ يعني او في البيت بعمل، احط ميه كده يعني بس خليها بالمغرفه لغايه لما مخرجنا بقى يقول لي كفايه. شفيق ما قلتليش يعني كفايه ميه. بص ما لازم الحته دي لازم طبعا الكلام الحلو خطفني، بس برضو يظبط العيار الميه. عموما شعريه ورز الاثنين مع بعض عيار الميه دي يا شيف لازم تكون نار شديده، الميه بتغلي عشان تظبط العيار. ما تحطليش ميه ساقعه وتقولي الشيف قال كده، ميه بتغلي والرز والشعريه متحمرين، الميه دي يا شيف على وش الرز هي كده بسواه وعلى مسؤوليتي انا اهو. الكاميرا وفرسان التلفزيون المصري بكبكه اشتغلت. مش هقصر النار على الرز الا لما يغلي، والمثل الشعبي يقول لك واجدادنا قالوا اطل على الرز لما يستوي. حلو، هي الكلمه دي بتتقال مش على الرز، يعني يقول لك لما تكون قاعد في قعده حلوه مع ناس كبار بيفهمهم وبيقولوا كلام حلو وبتسمع كلام، اتقل في القعده تقوم تسمع وتتعلم. عشان كده اقول لك اطل على الرز لما يستوي، اتقل في القعده لغايه لما تسمع للاخر. الرز خلاص هنغطيه والميه بتغلى عندي. اخبار الباميه ايه؟ البصل تقريبا على وشك السوى، واللحم الضاني ظبطت البهارات من البدايه خالص. فاكرين لما حطيت على اللحمه تومه وبهارات؟ ننزل بالباميه المحمره. شفت الباميه نازله ازاي؟ لها صوت وهي نازله. صوتها عالي. دي بقى تغلي ما تغليش، تسخنها تاني يوم هتلاقي فص الباميه زي ما هو رافع راسه في قلب الحله. الباميه نازله. ونقلبها. طب ينفع يا شيف مغازي محمر؟ ينفع
بس يعني لما تستوي هتلاقي البامية مهرية كده ولها صوص ولها ايه خيط بتاعها. احنا عارفين البامية زي الملوخية بيبقى لها خيوط كده مخاطية شوية. اوكي انا بحبها كده برضو، بس جربي الطريقة ديت مع الطشة اللي عاملها دلوقتي وهندخلها الفرن، وتاخد طشة من التومة والكزبرة الخضراء والكزبرة الناشفة ونحطها عليها وهي داخلة الفرن ونقول لها ادخلت مخطري وانت داخلة. نغطي الحلة نغطيها نغطي الرز نغطيه، نهدي النار على الرز نهدي حلو قوي. فاكرين حضراتكم من يومين احنا ما كناش مع بعض امبارح، من يومين عملنا حلو الاسبوع اللي فات، لا مش الكريب بالشوكولاته، من يومين عملنا الجلاش بالفواكه. فاكرين حضراتكم ده عشان تعرفوا المصداقيه، شعرنا على شاشه التلفزيون المصري. كان يوم الاحد عملنا الجلاش بالفواكه، حطيناه في القالب بتاع الكب كيك وحطينا جواه فواكه متقطعه فروت سلط، وحطينا على الفواكه قطعه جنزبيل فريش، وحطينا شويه قرفه حلوين وشويه عسل، وحطينا السكر، اكتفينا بالسكريات بتاعه الفواكه والعسل بتاعنا اللي حطيناه معاها، حمرناهم هيك كده اهوت. والله لسه متحمرين النهارده، لسه سخنين. عامل زي الكب كيك. عينيا حاضر حاضر دايما انت كده حاضر عينيا، ولازم تفتح لي واحده من جوه حاضر. خلي بالك انا عامل هنا كمين. يعني ايه يا شيف كمين؟ فاكرين لما كنا عاملين الحلقه الصحيه كانت يوم الاحد الاكل الصحي، حاطط شويه شوفان مع الفواكه، فانا هنا قلبي جامد وحاطط في بطني ساطور، بيقول لك يحط في بطنك بطيخه صيفي، انا حاطط طبعا بطيخه صيفي او ساطور يعني. حاضر يا فندم. بس انا القصه كلها عايز ارسم كده عشان شكلهم حلو قوي، عشان عايز ارش عليهم شويه سكر بودر حلوين شكل جمالي، عجينه الجلاش مقرمشه اهي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ وهفتح واحده دلوقتي عشان مخرجنا ما يزعلش. اللهم صل على النبي اهي زي الفل. وتعالوا نفتح واحده مع بعض سريعا كده، يلا بسكينه صغيره والسكينه تكون حاميه، يعني سكينه مشرشره افضل بصراحه. بسم الله الرحمن، اختار واحده ديت خليك اللهم صل على النبي. ايه فرسان التلفزيون المصري ايه الجمال اللي جوه، تشكيله من الفواكه، العنب، تفاح، موز، جنزبيل، برتقال متقطع فيها، عصره ليمون، عصره حامض عشان الفواكه ما تسودش والاكسده، عسل نحل، زهره البرسيم كل ده في قلبيها. الشوفان هو هنا ملك الليله دي كلها، الشوفان هنا اي سائل ينزل من الفواكه بيمتصها على طول. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هرش رصه سكر كده بودر عليها. معانا الكيكه الاسفنجيه، بناخد بياض 7 بيضات وصفار 7 بيضات، بنفصلهم عن بعض بحذر شديد جدا، نضرب البياض ونخفقه جيدا حتى يكون مزيج شفاف، مزيج له فوم، مزيج له قوام، بنحتفظ بيه على جنب. حلو الكلام؟ طيب ناخد الصفار نقلبه بالمضرب مع رشه فانيليا مع رشه ملح مع 1 كوب من الدقيق او 1.25 كوب من الدقيق حسب نوعيه الدقيق، من غير بيكنج باودر، الكيكه الاسفنجيه ما بتاخدش بيكنج باودر. حلو الكلام؟ بنقلب الصفار مع الدقيق ده المقادير لوحديها مع نقلب مع 1/4 كوب من الزيت، وناخد بعد كده بياض البيض اللي هو الشفاف او اللي هو الفوم ده كده، وما تقلبوش كتير، تقلبوهم على بعض وتقلبوهم بمعلقه خشب، دول ما ينضربوش في المضرب ولا بالمضرب بتاع الايد، علي الولماذة لان في هواء هنا في الزلال بتاع البيض او المزيج بتاع البيض عموما، وبتقلب مع بعضه بالمعلقه وبتحط في قالب شكل مستطيل، تعملي رولز منه سويس رول، تعملي كيكه اسفنجيه سماكه 2 سنتي عشان بترتفع معاكي خلي بالك غير الكيكه العاديه، وبتدخلي في الفرن. ايه السر هنا يا ست الكل؟ السر هنا ضربه بياض البيض بالمضرب جيدا حتى يديك الماده الهشه الكبيره الحلوه اللي هي الفوم ديت، علشان دي اللي بتخلي لك الكيكه الاسفنجيه كيكه اسفنجيه. وما نكترش دقيق هنا، نرجع لمدرسه السوفليه من المطبخ الفرنسي. سوفليه يعني بياض بيض، سبانخ قليله مع معلقه دقيق صغيره، او تفاح مسلوق مع معلقه دقيق صغيره بالنسبه لسوفليه التفاح،
او سوفليه ليمون، عصير ليمون بيتحط مع معلقه دقيق ينضرب في الخلاط وبعدين نقدمه مع بياض البيض. هو دي مدرسه السوفليه. السوفليه ده من الاكلات اللي بتبقى الحلويات المشهوره في المطبخ الفرنسي شتويه. ان شاء الله لنا موقف معاه باذن الله، هنعمل سوفليه ليمون، سوفليه البرتقال، سوفليه تفاح وهكذا، سوفليه فانيليا انا بعشقه، سوفليه قرفه. كل ده فليفر بيجي منين؟ هي معلقتين دقيق مع معلقه زبده على النار، شويه حليب، نحط لها بقى قرفه يبقى سوفليه قرفه، نحط لها فانيليا تبقى سوفليه فانيليا، نحط لها عصره ليمون يبقى سوفليه ليمون، نحط عصير برتقال يبقى عصير سوفليه عصير برتقال وهكذا. معلش انا بحب اجاوب باستفاضه شويه. انا هطلع فاصل ولا نكمل يا شباب؟ انا معاكم. طب نبص على الباميه قبل ما نطلع فاصل، ايه رايكم؟ نبص على حاجه حلوه، نبص على حاجه حلوه. بص الجمال، والباميه بتتكلم مصر. الباميه بتتكلم مصر على الشاشه. بصل كويزات او قرمه مع باميه. شفت الباميه؟ شوف الباميه، شوف الباميه، اهي اهي اهي. فين الباميه؟ اهي اهي باميه. الباميه بتتكلم مصري مع البصل مع اللحمه. لو احنا حطينا الباميه سليمه من الكيس مباشره او احنا قطفناها هتتهري هنا مع اول غلوه مع البصل وتسويه اللحم. اهي عشان كده انا حمرتها في الزيت قبل ما احطها. نيجي للرز بالشعريه بتاعنا. ايه الجمال والحلاوه ده؟ أم الله يرحمك كانت تعمل إيه بقى؟ بعد الرز ما يستوي كده وتقلبه، كان سر عجيب سبحان الله، تعمل إيه؟ اصبروا معايا دقيقة بس، دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، أنا بجيب اللي تحت فوق كده أهو، أهو، رز بالشعرية أهو، أهو، أعمل بقى الحركة اللي كانت بتعملها الحاجة، ألف رحمة عليها وعلى موتانا جميعًا وكل أمهاتنا، كانت تعمل إيه يا شيف؟ واللي قاعد بيشوفني دلوقتي هيفتكر الكلام ده، معلية سمنة بلدي، بلدي، مش موجودة دلوقتي مش لاقيها، تتحط على وش الرز ونقفل الحلة ونسيبها، ما تتقلبش. ما قلبتهاش ليه يا امي؟ اسكت يا وادي، انت تاكل وخلاص مش فاهمها كده، ما كانتش تعرف ان انا هطلع شيف شاطر الناس يدعوا لي على الشاشه. نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تابعوني مع طاجن باميه حلو الكريب بتاعنا بالشوكولا بالفراوله. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. راح الكلام مني، راح الكلام مني يا شفيق. عايز اقول لك صوت الباميه يعني عايز عامل لي نغمه كده حلوه. ايه الجمال ده؟ مايسترو مايسترو. صوت الباميه مع البصل الكويزات مع صوص الطماطم مع الريحه الحلوه من البهارات، ملح وفلفل وكمون وكزبره، لطيف جدا، الريحه رهيبه. بص بعد ما نخلص هناكل مع بعض. حلوه قوي. طيب تعالوا مع بعض نعمل الطشه. لسه ما خلصتش انا النهارده، لازم اعمل طاجن باميه بمزاج. انا عاشق للباميه مع رز بشعريه. حلو، هعمل طشه حلوه كده. حاضر، عايز اشوف الرز السمنه راحت فين. لا، هنفتح الحله، اذا لقيت السمنه ادي مستقلت في المطبخ. ما لقيناش السمنه ما لقيناش السمنه هنكمل مع بعض. ايه رايكم يا شباب؟ نفتح. والله العظيم ما كشفت، أنا ونصيبي بقى، ليا نصيب أكمل هكمل، ماليش نصيب أكمل ماليش نصيب أكمل، وهكذا. أهو فين السمنة؟ فين السمنة؟ ساحت، راحت مطرح ما راحت، كل القصة إن أنا هقلبها مع الرز دلوقتي. راحت، بيبقى لها شماخة كده، طعم السمنة بيطل في الرز للآخر. لا دي مكان القشطة، ما دي سمنة بارد. السمنة فين؟ جيب لي التفاصيل دي والنبي الله يبارك لك، عشان أنا وعدت. شويه السمنه في قلب الرز. شمي بقى ريحه السمنه كده، هو ده. عكس ما انك تحمري الرز والشعريه في سمنه، دي بيختلف الموضوع هنا. بس لازم رز مصري. ما ينفعش رز بسمتي يا شفيق زي ما قلت، ما تزعلنيش منك. رز بشعريه يعني رز مصري. سوشي في اليابان والتكنولوجيا اللي عايشين فيها والابهارات اللي بتبهر العالم اللي عايشين فيها من ورا الرز المصري. والكربوهيدرات بتاعت الرز المصري. حلو قوي. نغطي الحله بتاعتي، ده خلصنا من الرز. يلا نجيب بقى نشوف الطشه بتاعت الباميه. اللهم صل على النبي. سمنه بلدي كله ورا بعضه كده بسرعه. نجيب معلقه فص توم، كزبره خضراء. حلو قوي. كزبره ناشفه. حلو قوي. كزبرة خضراء وكزبرة ناشفة، الاثنين مع بعض. دي الطشة بتاعت اللي البامية اللي بعملها دلوقتي. شوية فلفلة حلوة. ايه حكايتك مع الفلفلة الحلوة يا شيف؟ والله هي بتغنيني عن الشطة وبتعلم من التست والفليفر شوية، وخاصة لما تبقى أكلة شرقية.
سنه ملح صغيره. حلو قوي. اروح على فين يا شيف دلوقتي؟ على فين؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. ناخد بعضينا كده ونجي هنا كده اهو، وفرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين. ايه ده؟ ايه الروائح الحلوه ديت؟ اهو احنا ورانا هوا بعد كده يا رجاله، بعتذر اذا كان في هوا ورانا بعد كده. اهو اهو الاستوديو كله باميه. اهو اهو تعالوا بقى نحط الباميه دي في قلب الطاجن، اللهم صل على النبي، وندخله الفرن شويه. لا ده بيتكلم مصري وبيقول تحيا مصر. احط لك عينيا. حاضر حاضر حاضر. مخرجنا الجميل النهارده رايق معايا. حاضر. يلا يلا. اللهم صل على النبي. يلا حلو. نقلبها نسويها وندخلها الفرن. الصوره الحلوه من داخل الفرن مع الاسم الحلو والسلوجان الحلو، طاجن باميه باللحمه الضاني. يلا تعال نعمل الحلو مع بعض. نغرف الرز بالشعريه. حاضر نغرف الرز بالشعريه، انا بسمع الكلام. حاضر. انا عايز احمر حلو هنا. غيروا لنا الزيت الشباب في الفاصل، الحمد لله زيت جديد. طبعا طالما هنعمل حلو لازم، ما ينفعش الزيت اللي بتقلي فيه البطاطس تعملي فيه حلو خالص. اللهم صل على النبي. رز مفلفل، شويه رز بالشعريه، عدل، طاجن الباميه باللحمه الضاني. الله، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ بعلات السمنه البلدي هي السر في القصه. تحمير الشعريه مع شويه حبهان. الله، انا بعشق الرز بالشعريه، المدام بتعمله لي. الشعريه اكتر من الرز كده. اهو المخرج النهارده بيبدع ابداع. ما في عمل ده واجبه، وفي واحد يقول لك ده شغلي، في واحد يقول لك والله عملت اللي عليا، في واحد بيوصل لمرحله الابداع بقى اللي هو بقى يعني عايز يوصل يقعد مع النجوم فوق والقمر كده، يقول لك انا مبدع النهارده. زي مين؟ زي المخرج. الهيل. الجو ده حلو قوي. هرم 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 هرم. والهرم بيتكلم ايه؟ بيتكلم مصر. برز مصري بالشعريه. تعالوا مع بعض نقدمه كده مع عود نعناع اخضر حلو. ده الطبيعي. اي برزنتيشن، اي حركه كده في الطبق بتقول ان انا عندي ذوق في التقديم. وده مطلوب منك يعني. بس ما عملتش حاجه والله، ما عملتش حاجه خالص. نقدمه كده مع الفراوله؟ لا. تعالوا مع بعض بقى نعمل الحلو. طالما هنشتغل في حلو بنغير السكينه، بنغير البلانشه، بنغير كل حاجه، بنغير الجلافز اللي احنا لابسينه، كل ده مطلوب. حلو قوي. الحلو بتاعنا نشوف مقاديره على الشاشه يا مخرجنا الجميل. الاساتذه حبايبي يلا معانا عجينه الكريب جاهزه، هنقول مقاديرها على الشاشه تتعمل ازاي. ومعانا فراوله، ومعانا صوص شوكولا، كاكاو على النار مع شويه حليب، معلقه زبده. طلعت الصوص الشوكولا معانا، بتعبيه في ازاز وتخليه عندك تستخدميه وقت اللزوم، يا اما بتجيبي الشوكولاته بتسيحيها في حمام ميه. ده الطبيعي. نشيل ده من هنا كده بقى، نوسع كده شويه. حلو. عينيه. والزيت عندنا بيسخن وزي الفل عشان نحمر فيه فكره عمل الكريب مقرمش، ودي طريقه جديده. معايا بلانشة مخرجنا عايزها خشب، نجيبها له خشب. عايز سكر، نجيب لك سكر. حلو. ادي العجينة معايا اهيت اهي. ماشي. يعني انا الفراولة دي لقيناها في طريقنا جبناها، ولقيت شوية فراولة في التلاجة طلعناهم، مفيش اي مشكلة. الفراولة اختيارية مش موجودة في المقادير. بس اذا انت لقيت شوية فراولة زي ما الشيف كده عمل، حطي معاها فراولة، حطي معاها صوص شوكولاتة، اعملي معاها عسل، اعملي معاها صوص كراميل، زي ما انت عايزه. احنا بنعملها يوم مع الشوكولاته، مع الكراميل، مع الفراوله، زي ما احنا عايزين. ولكن الفكره في عمل الحلو ده احنا مع بعض اهو. نوسع كده. خدوا راحتكم لان في طاجن باميه جاي.
فايه نوسع له. هناخد العجينه دي كده بالشكل ده كده اهو. مقادير عجينه الكريب على الشاشه: كوبايه دقيق مع بيضه في قلب الخلاط مع 1 كوب من الحليب مع معلقتين زيت او معلقتين زبده سايحين مع شويه فانيليا، وعم الشيف بنضربهم في قلب الخلاط، وفي الاخر بنعمل لنا 20 30 واحده مع بعض. اه نقطعه مع بعض، نلفها رولز كده اهو بالشكل ده كده تحت ايديا اهو، ونيجي نقطع كده اهو. اه بسم الله الرحمن الرحيم. آه. معايا زيت بيسخن شديد السخونه كانك هتحمري بطاطس مقليه، وتقطعها زي المكرونه النكتتيل الخضراء كده او الاسباجيت العريضه. اه لا مش هتلزق. ما انت ابن حلال. عجينه الكريب بتلزق امتى؟ لو احنا عملنا الحركه دي وهي سخنه، انما دول تسيبهم يبردوا خالص في درجه حراره المطبخ، او تعملهم من الصبح وتسيبهم يبردوا. حلو الكلام. وفي الاخر بتعمل نفس الحركه اللي انا عملتها، ده الطبيعي. ولكن لو انت لفتيها وهي سخنه الطبيعي لازم ايه تلزق منك وما تفكش منك. الكلام ده هنشوفه دلوقتي عملي. اه ناخده كده اهو. الله عليك، جيب لي الصوره الحلوه دي، ايه الجمال. اه يلا على الزيت. اه قبل ما احطهم على الزيت في تركية هنا اعملها، خلي بالك عشان لو نزلت بيهم بالزيت دول هيشربوا زيت. الشيف يعمل ايه بقى؟ عندنا شويه نشا صغيرين، معلقه نشا صغيره. اه الله عليك يا شيف، الله عليك يا شيف، الله عليك. اه وناخد عجينه الكريب دي يا عم الشيف وعلى الزيت شديد الايه الحراره. اه زي ما هي كده. اه بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي 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 يا ويلي. اه اه ما يتقلبش خالص ولا تيجي جنبه غير تهزها كده وتسيبيه. هو ده الكلام. ليه ما نقلبوش يا شيف؟ عشان ما يتكسرش ويطلع معانا مقرمش. فكره تحمير البصل عموما يعني. نجهز طبق التقديم. حاضر. طلع الطاجن البامي. اه عايز انت تبص على الهبر انا عارف. طاجن باميه باللحمه الضاني مكان الفراوله بتاع الفراوله. اه ده مكانه حلو معانا كده. قول لي قول لي ولا تخبيش يا زياد. اه بسم الله الرحمن الرحيم. طاجن باميه باللحمه الضاني، اللحمه مستويه، البصل مستوي، اللهم صل على النبي، العدل والسلطه الخضراء الجميله. معانا وقت هنعمل الزبادي مع الخس، معناش وقت هنكمل بكره. وهي دي سياسه الشيف. ليه بقى؟ يعني قدرنا نكمل الحاجه اللي شغالين فيها اهلا وسهلا، اهم حاجه نطلع من الحلقه بنتيجه ونستفيد باللي احنا بنقوله. اه 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 يا نعم. اه دقيقتين. حاضر يا فندم. اه ده بقى تجويد، واخد بالك؟ الله عليك. ده زعتر بري. زعتر بري. اه ليه يا شيف؟ الزيت هنا بيبقى له شماخه كده وبيبقى ريحه الزيت، الزيت الاليه عموما. فانا بوجود الزعتر البري كده بغير طعم الزيت، وبطفي حاجه كده من الريحه الحلوه للزيت. اه والله العظيم شميت ريحه ثانيه، اقسم بالله. مش انتوا حد معايا في الاستوديو؟ ربنا سبحانه وتعالى اعلم باللي بقوله. انا شميت ريحه طالعه البخار ده، كنت شم ريحه زيت، بقيت بشم ريحه حلوه دلوقتي. والكلام ده تعمليه وانت في المطبخ. عود ريحان اخضر، عود زعتر بري، حسب الحاجه اللي بتعمليها. اه الزعتر البري يخش في الحلويات. اه يخش في الحلويات، مش هيخش ليه في الزيت اهو. تحمير سلايز ليمون. اه سلايز برتقان في قلب الزيت بيغير على طول ريحه الزيت، بيحولها لك، ما بيبقاش زيت اليه بقى اللي احنا عارفينه. نجهز طبق تقديم. اه طبق التقديم حلو كده، لطيف حلو. معايا الطبق ده شكل قلب اهو، بهديه لكل الساده المشاهدين. اه برضه لازم اختيار الطبق مهم جدا. اه حلو قوي دي يا شيف على فكره، الاولاد يحبوا الحاجات دي. اه حاضر يا فندم. اه اتصفى من الزيت كويس. اه خليه كده زي الفل، نرفعه كده بشوكه زي الفل. اه والله اول مره اشوف الحلو ده. انا ممكن اه يتعمل رولز اهو. يا ويلي يا ويلي، استحق الابداع، استحق. اه 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 انت لو هتاكله في البيت يا شيف تاكله بايه؟ صراحه يعني للامانه
سكر بودر وقرفة ناعمة، وأقرمش معايا كده وحافظ القرمشة بتاعتي دي بقدر الإمكان. أنا أقدم معاه صوص شوكولا حسب الرغبة بقى، أنا مش عايز أسيبه كده يعني، أنا أحط عليه صوص شوكولا دلوقتي، بس لو أنا في البيت الهرم ده كده هقدم عليه سكر بودر. فكرة الزلابية اللي هي لقمة القاضي، اللي هي العوامات، المسميات بتاعتها في مصر وفي الخليج، اه دايما بتتقدم مع شربات او سكر بودر او عسل او قطر. اخواننا الشوام اه هاخد ابا، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، من جور السعيد يسعد جنب الفراوله. اه يلا، فين الشوكولا؟ الشوكولا الشوكولا الشوكولا، صل على الحبيب قلبك يطيب. عجينه الكريب المقرمشه مع شوكولا نازله ايه تتناغم. اه رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.